يا روحي انت شو صار؟ خلصت الدرس ما هيك؟ عم بيقول انه بده يصير سلطان، فليش لحتى ياخذ دروس؟ سموه الامير مصطفى؟ شو عرفك انه رح تصير سلطان؟ اهتم بدروسك. انا حصلت سلطان، بكره بتشوف يا مولاي. يا حراس، تعال خذوا الامير مصطفى من هون وعاقبوه فورا واقطعوا له راسه. انت ما حتقتلني ما هيك بابا؟ مصطفى مولانا. شو عم بقول بالمكتوب؟ طالبني يا فهد، عم يأمرني روح المعسكر اللي بيكون يا فورا.
بيزيد. سلطانة. أهلا وسهلا يا ابني، اشتقت لك. أهلين فيكي. أنا كتير مبسوطة بشوفتك هون. شكرا، بس أنا مو مرتاح، لأنه قرار مولانا بتعييني بدال أخي سليم نائب على العرش شي غريب، ما هيك؟ تفاجأت كتير وقت خبروني. وليش لحتى تستغرب يا بيزيد؟ أنا برأيي إنه قراره لمولانا السلطان أكبر دليل على إنه جلالته بيوثق فيكم أنتوا الاثنين. حكيك هذا معناته إنه مولانا السلطان خلص استغنى عن أخي الأمير مصطفى؟ شي طبيعي إنه يستغني عنه بعد الشي اللي عمله يا جيهانجير. شو اللي عمله؟ سلطانة أخي شو عمل؟ الموضوع واضح مثل عين الشمس، ما فيك تروح، مستحيل بموت وما بخليك تروح. مولانا السلطان أمرني وأنا لازم نفذ أمره. السلطانة ناهد دوران مع حق يا أمير، رجعوا فكروا بالموضوع. ميرونيزا، هذا أمر، وإذا حاولت ما نفذ قرار مولانا رح يعتبروا عصيان. سمو الأمير، التهمة هالمرة كتير كبيرة، ونحن هلأ مالنا بوضع بيسمح لنا نثبت عكس هذا الكلام أبداً، ولهيك حضرتك إذا... لا، انسوا هذا الشيء، مستحيل مستحيل. معقول تكون مشايف شو اللي بده يا مولانا؟ هلأ هو شايفك عدو اللدود، رستم وهيام حرضوه ضدك وما رح يرحمك ورح يأمر بقتلك فوراً من دون ما يفكر. صار لهم سنين عم بيحاولوا يبنوا عداوة بيني وبين مولاي، ولحد اليوم ما وصلوا لهدفهم، وهالمرة ما رح ينجحوا. ثقتي بأبي كبيرة، لأنه نحن وعدنا بعض. واشهد ربي سبحانه وتعالى علي يا مصطفى إني ما بسخى فيك، أنا مستحيل أسخى فيك. بس أنا لو ما إجيت لهون وعملت يلي حضرتكن عملتوه قبلي، ما كنت عرفت شو هي الحقيقة، وكان ألمي رح يحرق روحي ويقضي علي يا مولاي. ولهيك اليوم رح أوعدك وأوعد حالي يا مولاي أنه مستحيل خليك تعيش هالشعور مرة تانية، وأقسم لك بمالك السماوات والأرض ما رح أقوم بعصيان ضدك مولاي، وأنا مسؤول عن كلامي. أنا رح أوفي بوعدي، وواثق أنه مولانا السلطان رح يضل عند وعده. إن شاء الله سمو الأمير، إذا بتسمحوا لي أنا رح أسبقكم بالأول مشان أتأكد من الوضع بنفسي. لازم الواحد ياخد كل احتياطاته. بترجاك تسمح لهم يروحوا ليستطلعوا. سمو الأمير، ما فينا نخاطر بحياة سمو الأمير، أخلاصه لمولانا عم يعمي له عيونه وما عم يرضى حدا. معك حق باللي عم تقوله، سمو الأمير عم يروح برجليه على الموت مع أنه عارف مصيره. لازم نوقف هالشي، وهذا له حل واحد بس، العصيان. العصيان صار الوقت، الأمير لازم يأتي للعرش، ولازم أنه نتصرف بسرعة. الجيش الانكشاري مع الأمير، وهن رح يقرروا النهاية ورح يعينوا سلطانهم الجديد. وهذا السبب ولا طلبك تروح على المعسكر؟ ايه صحيح، نحن مضطرين نساوي هيك حتى لو سمو الأمير مو موافق. رح توقف معي؟ للموت سوا. أخي مصطفى مانو خاين،
كل الشغلة مؤامرة. مع الأسف يلي عم يعملوا هالمؤامرة عليه موجودين تحت هالقبة. أنت كيف بتتجرأ وبتقول هيك يا جيهانجير؟ شو هالوقاحة؟ شلون بتتهمنا بهيك تهمة؟ أنت لازم تعرف وين الحقيقة. مصطفى ماله بريء مثل ما نكون مفكرين. سلطانة، خلينا نقول إنه معك حق. شو المقابل اللي رح يدفعه مصطفى؟ حياته ما؟ هالموضوع بيرجع لمولانا السلطان. أنا ما دخلني. بس أنت بتتمني يقتلوه، مزبوط؟ خلص بكفي. الموضوع بين أخي مصطفى ومولانا السلطان، نحن ما دخلنا. هالمسألة مو بس بين أخي مصطفى ومولانا السلطان، هالشي بين الحق والباطل يا مريم. وأنا مع الحق، ورح وقف على طول مع الحق، وما رح أغير موقفي لآخر يوم بعمري. مريم، ما رح يسمعك حتى لو شو ما قلتي له. للأسف لهلأ أخوك لساته ما بيميز بين السيء والمنيح. جيهانجير، استنى شوي. ما رح نسمح لهالشي إنه يصير، بس نحن المفروض نفكر بحل. كيف حنلاقي حل يا بايزيد؟ مو قادر صدق يلي عم يساووه مع مصطفى. والله بعرف، معك حق، أنا كمان مو مصدق. متأكد إنه أخونا مصطفى بريء، بس اللي عم تساويه ما بيصير. لازم نتصرف بعقلانية. مولانا السلطان ممكن كتير إنه يشك بأخونا مصطفى، بس هالشي ما رح يستمر. أول ما يجي مصطفى لعند السلطان ويحكي معه رح ينتهي كل شي. معقولة تنحل بهالسهولة هي؟ أكيد ما رح يصغى فيه. مولانا السلطان ليش استدعى الأمير سليم على الحملة؟ مو كان لازم يخليه هون وعينه نائب للسلطنة؟ وأنا استغربت يا سلطانة. يا ترى معقولة سامع عنه شي مو منيح؟ ليكون هداك الموضوع تبع زوج إيفا. هذا الموضوع انتهى وتسكر من زمان كتير. بجوز يكون في حسابات تانية، بس مستحيل نعرف شو هي هلأ. دستور السلطانة نوربانو. ماما، بابا عم يدربني على المبارزة. أصلاً أنت أقوى أمير بالدنيا، بس قلقت عليك شوي لأنه ما أجيت لعندي. أنا قلت له يضل معي. شو اللي صاير؟ إمتى رح تروح على المعسكر؟ عن قريب. هي أول مرة رح نبعد عن بعض. إن شاء الله ما رح تطول هنيك. إن شاء الله. سمو الأمير مصطفى صحيح إنه عامل اتفاق سري مع شاه الفرس؟ أنا ما بعرف شو قص الموضوع يا نور بانو. مو مهم مصطفى إذا عمله ولا لا، المهم مولانا شو بيصدق. وإذا مصدق شو رح يصير؟ ليكون ما عم صدق إنه في أب ممكن يعمل هيك. هلأ من سنين طويلة في بين مولانا وأخي مصطفى مشاكل، وللأسف انشد القوس للأخير. يا أما رح يطلع سام أو رح ينكسر القوس. طيب أنت شو رح تعمل؟ يعني إذا السهم طلع؟ رح أعمل اللي بيتوجب علي. مستحيل عارض حكم مولانا السلطان.
صاير متكبر ومتغطرس، الغرور عامي على عيونك، ما عم تتنازل حتى تطلب العفو. اوعك تنسى انه التكبر والغرور هن من صفات الشيطان، اذا انت ما تحكمت فيهم هن بيتحكموا فيك. ادخل. مولاي، سمو الأمير بيازيد وسمو الأمير جهانجير اجوا لهون وطالبين يشوفوا حضرتك. خليهم يفوتوا. مولاي، شرفتني بتعيينك إلي كنائب للسلطنة، إن شاء الله أكون عند حسن ظنك. إن شاء الله يا بيازيد. مولانا، سمعت حكي كتير بالقصر بخصوص أخي مصطفى، وأنا وأخي جهانجير متفقين على نقطة واحدة، إنه مصطفى مستحيل يخونك مولاي. هو مانو من الأشخاص اللي ممكن يطعنوا بالظهر، مستحيل يساويها. إذا ما عندكن شي تاني تحكوا فيه فيكن تروحوا. مولاي، أنا كمان بدي التحق بحملة الفرس. شكلك نسيت شو صار معك بالحملة الأولى على الفرس يا جهانجير. هديك الحملة عطتني الخبرة والقوة يا مولاي، وصار مارق عليها 4 سنين، وهلأ أنا صرت جاهز أكثر لحتى أروح معك على هالحملة، وإذا بتسمح لي رح كون معك. ما في فايدة، مولانا السلطان لساته متضايق من مصطفى. خلال هالحملة رح يكون عنا مهمة واحدة يا أخي، اللي لازم نساويه نحمي أخونا مصطفى من غضب مولانا. جهانجير، أنا بوثق فيك كتير، رح أعمل اللي بيطلع بإيدي يا بيازيد، أنت كون مطمئن، وإذا اضطر الأمر رح وقف حاجز بوش السلطان. شي محزن إنك تروح على هالحملة، وخاصة إنه نحن ما قلنا فترة متزوجين. وأنا كمان ما كان بدي روح على هالحملة يا سلطانة. بس إن شاء الله بعد ما أرجع لهون من هالحملة رح نعوض أنا وياكي كل شي فاتنا يا سلطانة. وأنا كمان هي أمنيتي يا باشا. كتير مشغول بالي من الشي اللي صاير بين مولانا وسمو الأمير مصطفى، هذا مانو علامة خير أبدا. الأمير مصطفى كتير عزيز علي، أنت بتعرف مو هيك؟ سمو الأمير مصطفى غالي كتير على قلوبنا. وإذا صار شيء أكيد أنت رح تحمي، ولا أنا غلطانة؟ روحي في ذا الأمير، إلا إذا طريقه بيختلف عن طريق مولانا السلطان، وقتها بيكون عدوي. وأنا كتير ممنونة يا باشا لإخلاصك وحبك للسلطان. بس بدي اياك توعدني يا باشا، خلال هالحملة على الفرس اذا بصير شي مو منيح هنيك لا سمح الله، وخصوصا شي مؤامرة على سمو الامير مصطفى، رح تحميه وتعمل كل شي بيطلع بايدك.
شو بتوعدني؟ أنا إذا بيطلع بإيدي شيء أكيد رح أعمله. طيب ليش ما بتاخذني معك؟ لأنه مهمتك إنك تحافظ على أمن القصر. روح جيب لي جابتي. يا فهد، وصلنا للمرحلة الأخيرة ولازم نكون حذرين. يعني رستم باشا ومحمود زال رح يراقبوك، وأصغر غلطة بترتكبها رح يكون تمنى روح سموه. ما حتكون بهالسهولة، ليوصلوا لهذا الشيء لازم ياخذوا روحي. استنوني عندكم. مهروني سخانو، خير في شيء؟ أكيد في شيء. تشالي جالي، الأمير رايح على الموت وأنا هون مربطة إيدي ومو قدراني أعمل شيء. هي نهاية وفاءكم لإله؟ مو لازم إنه تمنعوا هالشيء؟ نحن هيك رح نعمل يا خانم، ما رح نترك سمو الأمير لوحده أبدا. عم تفكروا بشي؟ أكيد في عندكم مخطط على اللي رح تساووا، مو هيك؟ رح أروح شوف أغوات الجيش الانكشاري وأحكي معهم، ومن بعدها منقرر كيف رح نتحرك. في مخطط واحد لازم نمشي فيه يا فهد، وهالمخطط كان لازم نساويه من وقت طويل، وهو إنه ننزل السلطان سليمان عن عرش السلطنة. أبي المرحوم كان يقول دائماً إنه ما في موج بدون ريح، ومدام هالريح هي طلعت من عندهم فحنترك أمواجنا القوية تسور عليهم وتدمر كل شيء. هلا كيف رح يكون وقع الحدث وشو مخبينا القدر ما حدا بيعرف، بس أنت معك حق، لازم ندق الحديد وهو حامي. إجا الوقت لسمو الأمير يستلم العرش. إذا كنتم موافقين على هالشي وإذا نويتوا تنفذوا هالمخطط خبروني، لأنه فيني وصل هالمعلومات للرئيس توغورت. أبظن وصول هالمعلومات لتوغورت رح يكون الحل الأفضل لحتى يقدر يجهز حاله. يا فهد. يا خانم يوسف. لا تأكل هم، يوسف حيكون بأمانتي، هو ومحمد مثل الأخوات. سلطانة، في بإسكودار بس سارة مشهورة كتير، ويلي عم يروحوا لعندها عم يمدحوا فيها. إذا بتحبي أنا بجيبها لعند حضرتك. كل اللي ببصروا سواء بالتراب أو بالنجوم أو بالمي أو بالعظام أو بالكف يا سنبل، كله حكي فاضي. هلأ يا دوب الواحد فينا عم بيفكر شو بده يصير بكرة يا سنبل. والله يا سلطانة شكل الطيور بلشت تتهاجر من هون على مناطق أدفى، مبين إنه الشتاء هالسنة رح يبلش بكير. سلطانة بلا ما تاخدي برد خلينا نفوت لجوا. يا ابني يا مصطفى. لما اشوفك عم تكبر بسرعة وعم بتصير امير قوي عم بنبسط كتير من جواتي يا مصطفى، بس احيانا بتطلع فيك
بحس بغصة بقلبي، كل ما عم تكبر عم تفقد البراءة اللي جواتك يا مصطفى. شي بيزعل ما هيك؟ أنت محمل روحك حمل كبير، لأنه هذا القهر رح يأذيك أنت بس وما رح يغير شي، مو هيك يا سليمان؟ حكي لي حبيبي، شو يلي قهرك هيك؟ سلطانة خير إن شاء الله، ليش مزعوجة هيك؟ شفت بتطليعات مولانا شي بحياتي ما شفته، الشي اللي شفته بعيونه بدل إنه في شي سيء ومو منيح بده يصير. خير شو في يا سلطانة؟ شو كان في بتطليعات مولانا السلطان؟ الموت. سمو الأمير مصطفى رح يموت. مولانا السلطان رح يجي على المعسكر عن قريب، ومن بعده سمو الأمير مصطفى، وبس يجتمعوا هنين اثنين العاصفة رح تهب. أنا أخذت الاحتياطات يا باشا، مستحيل حدا يقدر يفوت من حوالين المعسكر، والعاصفة نحن جاهزين لها إن شاء الله. إن شاء الله ما نكون غلطانين بحساباتنا، صعب كتير الواحد يتوقع شو ممكن يصير يا محمود. إذا منغلط أي غلطة ممكن هالعاصفة تقضي علينا كلياتنا. فهد، أنا جاي لهون على روحي يا أخي. عم اسمعك قول. أكيد سمعتوا بالافتراء اللي افتروه على سمو الأمير. معقول ما نكون سمعنا؟ الجيش الانكشاري مو مرتاح، كيف السلطان بيصدق إنه الأمير مصطفى ممكن يعمل اتفاقية مع الشاه؟ لازم نعمل حساب لكل الاحتمالات. يعني مولانا السلطان ممكن يصدق هدول الكذابين ويقتل سمو الأمير بسبب هالشي، مو هذا قصدك؟ وهالشي ما بيوقفه إلا شغلة واحدة، الجيش الانكشاري، العصيان. بالضبط، يعني شو بيلزم مشان سلامة سمو الأمير مصطفى رح نساوي. بس بالأول لازم أقعد مع أغوات الجيش الانكشاري ونحسبها من كل النواحي. مو سهلة لهالدرجة يا فهد، لأنه سرية الأغوات مراقبة. مو معقول ما يكون في طريقة
أنا اليوم لازم أشوف الأخوات. سلطانة، في كلمتين حابة إني أحكيهم معك. ما بوافقك الرأي على روحتك على حملة، بترجاك تفكر بهالقرار وما تتسرع. لا، ما في لزوم، ما عاد بدي حس حالي عبقى عليكم من هون ورايح. يا سلطانة جهانكير، شو هالحكي؟ انت بتكون قطعة من قلبي؟ ليش انا ايمتى حسستك انه انت عبقى علي لحتى عم بتقول هيك يا روحي؟ طول عمري بحبك وحنونة معك، من يوم ما خلقت لهلأ وأنا واقفة جنبك. في شي يوم أهملتك يا جهانجير؟ تعبكن معي طول هالفترة كتير بقدره، وما نكرته بيوم من الأيام ولا بنكره. احترامي إليك ما له حدود، ساعدتيني كتير لحتى قادر وقف على رجلي، وتحملتي تعب كتير. كل يلي حاربتيهم أنا بعرف فيهم يا سلطانة، بس هذا الموضوع أنا ما رح أقدر أسكت عنه أبدا. أنا شو عملت؟ كل شي ساويته عملته من خوفي عليكم يا ابني. هلأ المهم من هون ورايح شو رح يصير يا سلطانة. أنت بتعرفي منيح أنه أخي مصطفى بريء، مو هيك؟ بس يطلع أخي مصطفى بريء من هالشغلة وتنعرف الحقيقة، وقتها بيكون ما في داعي أبداً لروحتي على هالحملة، ورح ضل قاعد هون عند رجليكي. يعني روحتي بترجع لقرارك أنت. الحقيقة واضحة يا جهانجير، أخوك مصطفى عمل خيانة كبيرة، وأنا مالي يد بهذا الشيء. معناته ما حدا فيه يمنعني روح على الحملة أو يقنعني، ورح كون كمان بجانب أخي مصطفى هنيك، ورح ساوي كل شي بيطلع بإيدي مشان أحميه. ليش أصريتي يا سلطانة على الجاي لهم؟ كنا بعتنا حدا من الخدم ليجيبوه. الأصول إني إجي جينان، طالما هي يلي طلبت هذا الشيء رح أنفذه كرمال مصطفى. سمو الأمير المفروض ما يشيله من رقبته أبداً، وإن شاء الله بيحمي. ما في لزوم يا سلطانة، هي مني للأمير. عم بسمعك يا مصطفى، شو القصة؟ أمي، ليش على طول عم تضل تبكي؟ وليش بتضل حزينة على طول؟ قلت لك من قبل يا مصطفى النسوان هيك طبعهم، هني حساسين زيادة عن اللزوم. بس المرة الوحيدة اللي بتبكي هون هي أمي.
ليش ما في حدا غيره بيبكي هون؟ أنا هلأ بدي أعرف شو الموضوع. شو ذنبها يا أبي؟ شو عامل أمي؟ لا تأكل هم يا ابني، أمك رح تضل هون بالقصر. لا ما رح تضل يا أبي، لو كانت رح تضل هون ما كانت عيونها دمعت، وأنا ما رح خلي أمي تبكي أبداً، ما عاد خلي حدا يزعلها. ادخل. سلطانة، بعرف شو ما حكيت مشان تضل هون، ما رح ترد علي، ما رح تنفذ غير يلي براسك. سلطانة قلقك ماله لزوم، مولانا السلطان صحيح قاسي بس بيسمعني كمان، وأكيد رح يعرف إنه أنا بريء. يا سلطانة رح يصدق يلي عم تقوله؟ الإنسان مو ممكن يعرف شو الصح وشو الغلط إلا إذا كان قلبه نظيف. برأيك أبوك قلبه نظيف؟ في مكان للحب بقلبه؟ ضميره لساته عايش؟ ما رح يصدق يلي عم تقوله. لا، لأنه السلطة من وقت طويل أخدته وساوته. سلطان ظالم يا ابني. أنا ما بيهمني بنوب شو في بقلب غيري، بس اللي أنا بعرفه شو في جوات قلبي وروحي. أبي أنا كتير بحبه وكتير بوثق فيه. أنت عم توثق بوعد أبوك تماماً مثل المرحوم إبراهيم باشا. السلطان ما قطع له وعده، بس كان متعاهد أنه يحميه حتى من نفسه. أنا بكون ابنه يا سلطانة، يعني مو مثل إبراهيم. ومع هيك لا تنسى الشيء اللي قلت لك اياه، كون حذر. خذ هاد وإياك تتركه يا ابني. نحن تجاوزنا كتير عواصف، وهالأزمة أكيد رح نتجاوزها. لا تبكي سلطانة. إن شاء الله يا ابني، إن شاء الله. يلي بيحبوك كلهم عم يدعوا لك. حضرة الباشا، علي أغا هون وعم يطلب الإذن للقائكم. خليه يفوت. أمرني رستم باشا. أخذت التدابير الأمنية؟ إيه طبعاً يا باشا، أنا أعطيت الأمر لقائد الحرس محمود أغا وكمان معه 300 مقاتل إنه تكون وظيفتهم حماية حضرتكم وبس. واضح إنه بس يجي الأمير حيستولي بالقوة على الجيش الانكشاري، وبالإضافة إنه رح يكون معه لواء في شي 5000 عسكري. هذا شي وارد يا باشا. طيب بشو عم تفكر؟ أنت شو بتتوقع؟ طبعاً الأمير مصطفى رح يدافع عن حاله،
ورح يحاول كل جهده مشان يقنع مولانا انه بريء، والاحتمال الثاني انه رح يختصر الطريق ويعلن العصيان. ادعي يختار الخيار الاول والباقي بيضل علينا، بس يقطع علاقته مع العساكر وقتها نحن رح نسيطر على كل الوضع. بس اذا رجحنا الخيار الثاني وقتها الجيش الانكشاري بإشارة واحدة من الأمير مصطفى بيقلبوا الدنيا فوقاني تحتاني. المرحوم السلطان سليم ابن بيزيد خان لما انتصر بالمواجهة قدر يوصل للعرش بكل سهولة. مدام هيك ما رح نسمح للأمير مصطفى يعطي هاي الإشارة أبداً. المفروض أنه نمنعه. مظبوط كلامك يا غوات. والله لا بقلك، شو رأيك تصير واحد من قادة الجيش الانكشاري؟ بتشرف. خلينا نفوت بالموضوع، ما فيني طول. قرب النهار اللي ناطرينه، مو هيك يا فهد؟ اي صار وقته. مولانا هلأ كبر بالعمر وصار عاجز عن انه يتخذ القرارات الصحيحة. يلي عم تقوله مظبوط، وما بيكفي انه عامل من رستم باشا وزير اعظم، لا وفوقه وظف اخوي اللي ما بيعرف يسبح وحطه قائد للاسطول. مظبوط، لأنه بوجود سمو الأمير مصطفى عين أمير سكير كولي للعهد، وهذا غير يلي عمله كرمال هديك المشعوذة هيام. وغير هيك عم يدعوا إنه الأمير مصطفى عامل اتفاق مع شاه الفرس. لك هالحكي معقول؟ حتى الأولاد ما بيصدقوا هالكذبة. بس صدقوا، وخاصة مولانا السلطان. ولهيك نحن مضطرين ناخد تدابير اللازمة. كوركوت رح يزودكم بكل التعليمات قبل ما يلاقوا الفرصة ليقضوا على سمو الأمير. السلطان سليمان لازم ينزل عن العرش، هاي الطريقة الوحيدة لحمايته. نحن كان بدنا بس شرارة يا فهد، وبالحكي اللي قلته هلأ عطيتنا الشرارة. يا آغا شوفي، في واحد خالف أوامر رستم باشا وفات وطلع من الغابة. والله جد، معناها ما حينفذوا أوامر الباشا. انتوا ليش واقفين هيك؟ الأغوات مجتمعين جوا، في شي يا أغا؟ ما تروح تخبرون إني هون؟ ما بدهم حدا يزعجهم، روحوا دعا بعدين يا أغا. هاد محمود أغا، إذا حس بشي نحن رح ننتهي، وخاصة إنه رستم باشا مستنينا على غلطة. خير يا محمود أغا، كيف بتفوت هيك بدون إذن؟ شو يا أخوات؟ عم تعملوا جلسات سرية؟ شو أنت بدك تحاسبنا؟ شوفي ليش جاي لعنا؟ سمعت إنه في واحد من الجيش الانكشاري فات وطلع من الغابة. انتبهوا يا أخوات، يلي عم يخترق النظام إذا بيمسكوا رستم باشا ما رح يسامحوا ورح يعاقبوا أشد العقاب. اسمع شو بدي قلك، إذا ما عندك شي تاني تقوله روح شوف شغلك يا محمود. أنا قلت كل يلي عندي. يا ريت تنتبهوا كتير منيح لأنه مولانا السلطان قرب يجي.
مصطفى. شو بدك يعني اقول لك لحتى توقفي بكي؟ قول شغلة واحدة بس يا مصطفى، قول انك تراجعت. مترجاك اللي انك تراجعت. لانه هي الشغلة الوحيدة اللي حتوقف لي دموعي. انا اليوم رح أقول لك الشي اللي مخبيه جوات قلبي. أنت الشي الوحيد يلي كسبته بحياتي ورب العالمين وهبني إياه. أنا محظوظ. حبك إلي يا أمير هو نقطة من بحر حبي لإلك. كل الكون عم يتقوى مع حبيبتك اليوم. ما عم تسمعوا؟ الجبال والحجار والشجر عم تصرخ وتقول لا تروح، خليك معنا، خليك. بس انت اللي مو حابب تسمع وما بدك تسمع. ما رح يصير شي ميرونيزا. بكرة بتشوفي رح أرجع لهون، رح أرجع لإليك ولابني. مو وقته تفكري بشغلات بشعة. هي ليلتنا الأخيرة. أنت شو عم تحكي بعيد الشر عنا؟ لا حبيبتي، هي آخر ليلة قبل ما أنا أروح. بدي اياك توعدني مصطفى، وعدني حبيبي. وعد شو؟ انك رح ترجع، انك ما رح تتركنا. وعدني مصطفى، وعدني. التجهيزات خلصت يا لقمان؟ طبعا مولاي، كل شي تمام. فيك تطلع بكرة بإذن الله. عظيم. رح كلفك بمهمة تانية. أمرك مولاي. بس ما بدي حدا يعرف فيها أبدا. أنت اللي رح تعرف فيها، وأنت اللي رح تعملها لحالك كمان. وإذا بعرف إنه حدا تاني تدخل أو سمع بالكلام اللي رح قلك ياه، حيكون عقابك قطع راسك. حكون عند حسن ظنك. قرب لعندي.
لا تطول علينا بابا. نرجس شاه بنتي الحلوة. الله يوفقك ويحميك وينور دربك يا سمو الأمير. آمين. سلطانة، مصطفى، أميري، انتبه على حالك منيح. أنت أهم وأغلى شخص عندي بهالحياة وعايش مشانك يا ابني. أنا بموت إذا صار لك شي يا مصطفى. صدقيني هالخوف ما له أي داعي. بكرة بتشوفي. بابا مو عم تقول إنه رايح على المعسكر لتشوف مولانا السلطان؟ إيه صحيح. مدام هيك طيب ليش الكل عم يبكوا؟ لأنه سمو الأمير رايح على الحملة وممكن يطول، هذا السبب. محمد يا أميري البطل، السلطانات حيكونوا بأمانتك، رح تهتم فيهم ما هيك؟ انت لا تقلق أبدا يا بابا، السلطانات أنا رح أحميهم. أنا أسبب اللعنة لكل شيء ألمسه. لا أحد يشرب ماء من الوعاء الذي أشرب منه، ولا أحد يشاركني اللقمة التي آكلها حتى لو مات جوعا. عندما أخرج إلى السوق يبصق اللصوص على الأرض، يهرب الأطفال مني وتخاف النساء. أنا لا أدفن مع بقية العباد في نفس التراب، فقبورنا منفصلة.
حتى أسماؤنا لا يكتبوها على حجارة القبور كي لا تحل اللعنة على تلك الأسماء. أنا عبد مأمور، لا أستطيع أن أرفض ما أؤمر به. أقبض أرواح البشر دون أي تردد. أعرف أن كل شخص له واجب في هذه الحياة، وهذا واجبي. أنا الجلاد، مولانا السلطان، السلطان سليمان العظيم هو من يعطي الحكم، وأنا أكون الشخص الذي ينفذ حكمه. قطعت مئات الرؤوس حتى اليوم، وأعدمت العديد من الأشخاص. رأيت عيوناً تبكي وتتوسل، لا أعرف من هم وماذا فعلوا، ولا إذا ما كانوا مذنبين أم أبرياء. لكن عندما يأتي الأمر ويتم إرسالي لتنفيذ هذا الحكم، أدعو ألا يكون هذا الشخص بريئاً. شو رأيك يا سلطانة؟ مولانا السلطان شو ممكن يكون حكمه على مصطفى؟ رح يعدمه يا مريم. قلتي اعدام؟ لكان شو متوقعة؟ لا ما بيصير، اكيد مولانا السلطان رح يغير له ولايته او رح ينفيه لشي مكان، بس مستحيل انه يأمر بقتل ابنه. انفعالك ما له لزوم، مو هادي اللي كان بدي اياه. صحيح انا ما بدي اخي مصطفى يستلم عرش الدولة، بس كمان ما بتمنى له الموت. ما بصير الشغلتين سوا يا بنتي، مستحيل هالشي، وهذا الشي انتي بتعرفيه منيح، وبتعرفي انه رح يجي هيك يوم. كل شيء له تمن يا مريم. يعني مولانا قرر يعدمه لأخي، انتي متأكدة مو هيك؟ لا مجرد احساس، بس للأسف احساس قوي، والله وحده يلي بيعرف شو رح يصير. وصدقيني إذا مصطفى بيحس إنه مولانا السلطان رح يعدمه رح يتمرد علي، ووقتا نحن اللي رح نحزن. شو قصدك سلطانة؟ رح ترجع لنا جنازة سليم وجهانجير وجنازة مولانا السلطان كمان. الله لا يقدر ويصير هيك. إذا مولانا السلطان أمر بقتل سمو الأمير، مستحيل إنه يساويها بالمعسكر. بيعرف إنه الإنكشاريين ما رح يسكتوا. ممكن إنه يقتلوا بالخيمة؟ مو مبين لهلأ، بس نحنا لازم نحتاط، والمفروض إنه نحنا نفكر بكل الاحتمالات، ومنها الاحتمال نحنا ما رح نسمح أبداً لسمو الأمير يفوت على الخيمة. إقناع سمو الأمير ما حيكون بهالسهولة، مع أنه وجوده على رأس التمرد رح ينقذ حياته ورح يسهل كتير أمور. مستحيل يا كركوت أغا، حتى لو كل العالم ترجال حتى يتمرد ما رح يقبل، وصدقني إذا بيعرف رح يمنعنا، وقتها رح تتربط إيدينا. لكن شو رح نساوي؟ سمو الأمير رح يجي على المعسكر من هون، بس قبل ما يفوت على خيمة السلطان نحن رح نتمرد، وهالتمرد رح يصير بإشارة مني. ممتاز، أنا وجنودي حنقوم بمحاصرة خيمة مولانا السلطان ورح نحبسه جوات الخيمة. رستم باشا وجماعته تركون علي أنا، هذا الخاين صار لازم ينقطع رأسه، وأنا رح أتكفل بسمو الأمير سليم والجنود التابعين إله، ما رح يقدروا يوقفونا، أكيد رح ينضموا لنا. ممتاز، وأنا رح أحمي سمو الأمير، وتشاليجالي رح يساعدنا كمان بالجنود يلي إجوا من أماسيا. خلونا راجع الخطة يا رجال. وضع الانكشاريين مو عاجبني، الله وحده بيعرف هلأ شو عم يساوي لشو عم يخططوا مشان بكرة. حضرتكم بتأمروني بشي يا باشا؟
محمود، نحن لازم نفكر بكل الاحتمالات. يعني إذا ما كنا أخذين احتياطاتنا منيح وقتها بيقلبوا هالمعسكر فوق روسنا، لازم نقدر نطلع من هون مع مولانا السلطان بأسرع وقت. أنت عم تفهم علي؟ أنت كون مطمن حضرة الباشا، رح نكون جاهزين لنطالع حضرتك ومولانا السلطان سالمين من المعسكر. بعرف أخبارك يا سوكولو، كنت قريب كتير من السلطان بالفترة الأخيرة. أصلاً لو ما كنت هيك ما كان عينك كبير الولاة. هذا لطف من مولانا السلطان يا سمو الأمير. مولانا السلطان رح يفرض عقوبة على سمو الأمير مصطفى، عندك فكرة شو هي؟ ما بعرف يا سمو الأمير، الشغلة الوحيدة اللي بعرفها إنه حضرتك راح تكون المستفيد من وراء هالمشكلة اللي بين السلطان والأمير مصطفى، تماماً مثل سمو الأمير سليم. ما تفكر تقارني بسليم يا باشا، أنا مستحيلكم بشبهه أبداً. صدقني أنا ما عندي أي شك بنيتك الطيبة يا سمو الأمير، بس مع الأسف هاي هي الحقيقة، هاي لعبة توازن. الشغلة اللي بتضر واحد من الأمراء بتكون لصالح الأمير الثاني. أنت مصدق هالأكاذيب اللي بحق أخي مصطفى؟ المسألة مو أني صدق أو ما صدق، نقطة واحدة بكاسة مي مليانة بتخليها تفيض، والشي اللي زعج مولانا السلطان قوة سمو الأمير مصطفى، وخصوصا أن قوته صارت بتوازي قوة مولانا. أصدق يعني أنه السلطان عم يشوف ابنه منافس لإله؟ مولانا مو بس أب يا سمو الأمير، هو سلطان العالم، ومع الأسف الأمراء أغلب الوقت بينسوا حقيقة هالشي. سمو الأمير، السلطانة مريم طالبة تشوف حضرتك، خليها تجي. سلطانة، سمو الأمير، من بعد إذنك فيك تروح سوكولو. مولانا السلطان كان معه حق وقت عينك أنت نائب للدولة العثمانية، هالمنصب أنت بتستحقه أكتر من سليم. مزبوط مولانا وثق فيني وعيني بهذا المنصب يا مريم، بس كنت حابب أني كون بالمعسكر وشارك بالحملة وكون واقف جنب أخي مصطفى. هالموضوع لا تشغل بالك فيه، حاول تفكر بس بوظيفتك. ما بقدر يا مريم، مصطفى مستحيل يخون السلطان، وما ممكن يعملها لو ملكوه العالم. بس هو عملها، وكيف أقنعوه ما بعرف. رح نصل على قونيا يا سمو الأمير، شو رأيك ترتاح شوي قبل ما نكمل؟ ما في لزوم، ليش لهلأ ما في أخبار من الفهد؟ قريباً اتصل. لو بتعرف الطيور إنه رح تنصاد وهي بالسماء، ما كانت طارت بنوب، كانت ضلت متخبية بالشجر. خير يا تشالي جالي، كنت على طول تقرأ لي شعر. شو يعني بطلت تكتب؟ عم بكتب يا سمو الأمير، بس أنا ما عم قولن. لا تكون خايف ما يعجبوني. والله بصراحة أنا ما عم بكتب شي حلو بنوب، ولهالسبب بطلت قولن لحتى ما أزعج حضرتك. يمكن ما عم يطلع معك شي حلو لأنك بجنبي. حاشا يا سمو الأمير، أنا أكبر شرف إلي هو إني وقف جنبك يا سمو الأمير. طيب قلي شي من شعرك. لو أن العيون تقرأ ما في القلوب، لو أن الحقيقة منثورة على الدروب، لكنت اغترفتها
مولانا بعت هي لسمو الأمير. هاي من مولانا السلطان. سمو الأمير، مولانا السلطان عم يأمر بأنه ابني الخيمة تبعي بعيدة عن المعسكر، وبس يبعت لي خبر بروح لعنده لحالي. السلطان بين لك رغبته انه مو ناوي يخليك تشارك بالمعسكر يا سمو الامير. الموضوع واضح كتير. فكر هالشي سهل يا تشالي جالي؟ يعني انتو لهلا ما مليتوا من الشك والظن بنية مولانا السلطان؟ انت والفهد وامي ومهرونيسا وكل الموجودين حوالي عم تشكوا بنية مولانا، بس انا ما بيخطر لي للحظة انه شك فيه، لانه هذا مو بس السلطان يا تشالي جالي، هذا ابي. سمو الأمير، مولانا قال بنفسه أنه المفروض الأمير يحسب لكل الاحتمالات الممكنة، متذكر هالشي؟ ولأنه وقتها فكرت بهذا الاحتمال كتير خجلت من حالي، هذا اللي بذكره. أبي ما رح يأذيني يا تشالي جالي، أنا رح روح أحكي معه وأكيد رح يصدقني، هو هيك على طول. لا تنسى انه انا اب بالنهايه، وبعرف منيح قد ايه الاب بيحب اولاده ومستحيل يؤذيهم. هذا هو الحب، قادر وحده انه يمحي كل الذنوب. المشاكل اللي عم بتصير مع اخي انت الك ايد فيها يا باشا؟ حاشا يا سمو الأمير، ليش؟ مين بيتجرأ؟ أنا ما دخلني بشي. المعروف عنك أنك ما بتقدر تكون بعيد عن مشاكل العرش، وبتذكر أنه أنت اللي اقترحت علي روح على مقر الإنكشاريين. وقتها كان بدي مصلحة حضرتك، وما كنت بعرف أنه هذا الشيء رح يتحول لمشكلة كبيرة. مفكر حالك رح تقدر تخدعني بالحكي اللي عم بتقوله؟ هلأ بتصدقني أو ما بتصدقني، هالموضوع بيرجع لسموك، بس هالموضوع صار من الماضي، فكر بالحاضر، لأنه هلأ مو حياتك اللي معرضة للخطر. سمو الأمير، اللي مولانا السلطان قرب يوصل. Thank you.
بسم الله 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 وحدوا وحدوا. جيهانغير ليش اجيت؟ الجو هون ما بيناسبك. وجودي هون ممكن يساعد بحل المشكلة يا سليم، على عكس يلي جابك انت لهون يا اخي. علاقة السلطان ومصطفى ما لها منيحة، وبعتقد انه انت بتعرف هالشي. اجيت لهون لأمنع مولانا انه يساوي شي يندم عليه بعدين. انت شو رح تقدر تساوي؟ ما رح تقدر يا اخي انه تتدخل بيناتهم. غلطان يا سليم، إذا لزم الأمر رح ضحي بحياتي وما خليه يقتله. مثل ما وضحت لجلالتك بالمكتوب، ما في شي تغير لهلأ يا مولاي. هنن جاهزين للتمرد، وأي شرارة كانت رح تصير هون رح تولي المعسكر كله. بس الحمد لله أنه جلالتكن وصلتوا بالوقت المناسب. ليش أنت شو شغلتك؟ في شي أخبار عن الأمير مصطفى؟ على الطريق يا مولاي، اليوم أو بكرة بيوصل لهون. أمرته يبني خيمته بعيد عن المعسكر، ما بدي يدخل لهون مع جنوده، وأول ما بيوصل بتعطيني خبر. أمرك مولانا السلطان. وبدي أعرف كل حركة للأغوات والجيش الانكشاري. اسمعني، بوعك يا مصطفى تعيدها مرة تانية، عم حذرك. انت لازم تخبرني بكل مكان بتروح عليه. انا آسف بابا. يلا جاهز حالك، انت رح ترجع على القصر فورا، وشيل هالجناحات عن ظهرك لانه ما رح تقدر تطير وتروح على مكان بدون علمي. مولاي، شوفي، سمو الأمير مصطفى وصل اليوم على كونيا، ومثل ما أمرتوا حضرتكم بنا خيمته مع جنده بعيد عن المعسكر، وعم يستنى أوامر حضرتكم. سمو الأمير. فهد، مولانا السلطان وصل على المعسكر ولا لسه؟ جلالته وصل قبلك يا سمو الأمير، وعم يقولوا من وقت ما وصل ما طلع من خيمته. سليم إجا شي؟ سمو الأمير سليم وسمو الأمير جيهانغير إجوا مع جلالته. جيهانغير إجا لهون كمان؟
إذا عرفتوا أي شيء خبروني فورا. أمرك سمو الأمير. طمني كيف الوضع؟ نشكر الله الوضع منيح يا جالي جالي. أنا تواصلت مع الأغوات الانكشاريين وهن واقفين معنا، ورح نتحرك قبل ما يدخل سمو الأمير على خيمة مولانا. وعلي أغا شو وضعه؟ يعني مثل ما توقعنا، هو واحد من رجال رستم، طلع ديب متنكر بهيئة خروف. مهمة صعبة، الله يكون بعوننا. خبر مولانا أني إجيت لقمان آغا. أمرك يا سمو الأمير. أحمد باشا، اللي شوفي قدرت تعرف شيء؟ أنا عم راقبهم مثل ما أمرتني يا باشا، ومن شوي جابوا أكل للحراس بعد ما عتمت الدنيا. دخل واحد على العرباية ومعه أكل، وبعدين طلعوا إيديه فاضي. مولاي، نحن اليوم كان طريقنا طويل كتير يا جهانجير، إذا ما في شي مهم روح. حاسس أنه حضرتك شاكك بإخلاص ووفاء أخي الأمير مصطفى لإلك يا مولاي، لأنه نقدموا لك أدلة مثبتة ممكن تدينه لأخي. ما بعرف كيف زبطوها، بس أنا متأكد إنه هي الأدلة مجرد لعبة. مولاي بترجاك أعطيه فرصة لو سمحت. مصطفى بريء وبيستاهل إنك تعطيه فرصة. رح تعطيه فرصة مو هيك؟ خليك بعيد عن هالموضوع يا جهانجير. معقول تكون بهالقساوة يا مولاي؟ مصطفى بيكون ابنك، هو ابنك البكر. حتى لو كان غلطان ما فيك تتخلى عنه، مع أني متأكد أنه بريء مثل مالي شايفك. قالوا لي أنه قلبك رح يطاوعك ضده، وإنك رح تأمر بقتله لمصطفى. قلت مولاي مستحيل يعملها، بابا ما بيساويها أبدا، بابا مو إنسان ظالم. الحكي اللي قالوه مو صحيح، أنت ما رح تقتله مو هيك؟ ما هقول يساويها يا ابني. Thank you.
انت خليك عم تراقبهم وخبرني فورا اذا شفت شيء. امرك يا حضره الباشا. خير يا حضرة الباشا. شو عم يصير هون؟ هدول الجلادين شو عم يساووا بالعرباية؟ ما عندي معلومات يا حضرة الباشا. بالعادة في أصول معروفة لوجود الجلادين بهالمعسكر. هدول الجلادين ليش متخبين بالعرباية عم ياكلوا ويشربوا؟ ما بقدر أحكي شي يا باشا. هي أوامر مولانا السلطان. مولاتي السلطانة، بابا رح يرجع على القصر مو هيك؟ مزبوط يا حبيبي، وقريبا كمان، لأنه أبوك يا محمد هو مستقبل الدولة، هو قوي مثلك، ما حدا بيقدر يعمل له شيء. ويمكن ما يرجع. قصدي يمكن ما يرجع لهون، يروح دغري على العاصمة، وقتا نحن اللي منلحقه لهونيك. هالخاين يلي ضرب السهم وسيبوني على هون. بسرعة الرسالة اللي لقيتها براس السهم. سمو الأمير، لا تجي على المعسكر، اوعك تفوت على خيمة السلطان لأنه رح يقتلك. سمو الأمير بترجاك، ليك الكل عم يحذرك من هالروحة، لا تروح على الخيمة أبدا. شو بيعرفك؟ إنه اللي بعت لي هالرسالة شخص منيح وبده مصلحتي. بلكي هي من ألاعيب رستم، بلكي بده يعمل لي مكيدة، والهدف منها أعصي أوامر مولانا السلطان وما فوت على خيمته ويشجعني على التمرد. وبلكي كانت مزبوطة سموك، بلكي هذا الشخص قصده يحذر حضرتك. اطلعوا لبرا، اتركوني لحالي. هي آخر مرة يا مصطفى، مرة تانية ما رح سامحك على أي خطأ بتساويه، ورح أعاقبك بدون تفكير.
عود فهد، عود. إذا كان الحكي اللي قلت لي إياه يا فهد مزبوط، حتكون هي ليلتي الأخيرة. الله يحفظك يا سمو الأمير. إن شاء الله حضرتك رح تعيش حياة سعيدة مع زوجتك وولادك وأصدقائك، بس بجوز هالليلة تكون آخر ليلة، لأنه من بكرة ما رح يضل شي مثل ما كان من قبل. يا فهد، إذا صار لي شي بكرة اسمعني، أنت صار لك معي فترة طويلة وكنت على طول صديقي وبثق فيك كتير، أعطيتني القوة بوجودك جنبي وخليتني أشعر بالأمان، وهالشي مو سهل ابنه، كتير صعبة، وخصوصا إذا كنت الأمير البكر المطرود من جنة السلطان. نحن ما منعرف القدر شو كاتب لنا، بس بكرة إذا متت ورحلت من هالعالم ما بدي دمي وقضيتي يروحوا هدر أبدا. سمو الأمير، في طريقة واحدة لهالشي، بيزيد بتروح لعنده دغري وبتقسم له بولائك يا فهد، ولحتى هو يستلم العرش حتوقف جنبه وتسانده، وعدني بهالشي، وعدني فهد. علي آغا؟ أهلين يا آغا. اليوم سمعت شغلة ما عجبتني. على حسب ما قالوا لي أنه أنتوا عم تجهزوا حالكم لتتمردوا على السلطان. حاشا يا آغا، مين بتجرأ يساوي هيك؟ يلي سمعته أنت مو صحيح. شلون بقى مو صحيح؟ أنا بعرف منيح مع مين عم تجتمع وين ومنشان شو، وإذا بدك رستم باشا ما يعرف بالموضوع وما يوصل خبر لمولانا السلطان قول. قربت نهايتهم هنن اتنين، بكرة رح ينتهي كل شي، وبصفتك آغا انكشاري فلازم توقف بصف سمو الأمير مصطفى يا آغا. أنا برأيي إنك تكون معنا، وإلا بكرة يا آغا رح يكون مصيرك مثلهم. بس يجي هداك الوقت المفروض انت تستلم العرش يا سمو الأمير، وإلا عرش الدولة والسلطنة كلها راح يكونوا من نصيب السلطان هيام. ترضى بهالشي؟ سمو الأمير، اجا سمو الأمير جيهانجير لعند حضرتك. خليه يدخل. أخي،
تفضل. أهلا وسهلا فيك يا أخي. انبسطت لما عرفت أنك إجيت على المعسكر. ما كنت ناوي أني إجي، بس الإشاعات المتعلقة فيك يا أخي كتير خوفتني، وخفت أنه مولانا يظلمك ويصدق هي الإشاعات اللي سمعها عنك ويعاقبك على هالشي. بس كنت غلطان، هو الله يلعن الشيطان اللي كان عم يوسوس لي. مولانا السلطان ماله شخص ظالم، مولانا السلطان ماله مصدق هالافتراءات بنوب. السلطان حابب يسمع ردك وما رح يأذيك أبدا يا أخي. سمعته؟ هو قال هيك بلسانه ولا هالشي استنتجته؟ رحت حكيت معه اليوم، بقسم لك بشرفي إنه قال هالشي بلسانه يا أخي. قال لي معقولي أني ساوية؟ ولهذا السبب طمن بالك يا أخي، أنت رح تروح وتحكي مع السلطان وتفشلن مخططاتهم. والله طمنتني وفرحت لي قلبي بهالحكي. أنا قلت إنه مستحيل مولانا السلطان يعدمني، ومع هيك كان في شوية شك جواتي، بس هلأ هالشك ما عاد له وجود. أمرت بحضوري مولانا. بتروح أنت وجهانجير بكرة على الصيد وما بترجعوا لحتى أبعث لكم خبر. وحضرتك ما رح تجي معنا يا مولاي، وكمان أخي مصطفى. عمل اللي قلت لك يا. مثل ما بدك مولانا. أنا جاي بالسر، لازم روح قبل ما ينتبهوا لغيابي. بكرة برجع بشوفك، وإن شاء الله رح نشارك بهالغزوة مع بعض. إن شاء الله. يا فهد، بعت حدا ليرافق سمو الأمير. حرافقه ليوصل على المعسكر. جيهانجير، خد هاد، اعتبره تذكار مني. ليش عم تعطيني خاتمك؟ لا تكون مو مصدقني يا أخي. ناس قلال يلي بقدر إني اعتمد عليهم بهالعالم، وأنت أكثر واحد بثق فيه. كل ما الأيام خانتني ودارت لي ظهرها، وكل ما فقدت الأمل وهمومي كبرت، بتجيني أنت فجأة ببراءتك وطيبة قلبك، وبتذكرني أنه لسه في ناس قلوبها صافية وبترجع لي الأمل. انتبه على حالك وبكرة بشوفك. أنا ما عندي شك بأي كلمة قال سموه الأمير وصدقه، بس خلينا نحتاط. في احتمال يعدمني، بس أنا بفضل أني موت وأنا مظلوم من أبي على أنه عيش كسلطان ظالم. عم تفهمني يا تشالي جالي؟ نحن اللي منرسم القدر، بجوز أفعالنا الطيبة بتوصلنا لهيك نهايات، ومع هيك ما رح أتمرد ابنه أبدا. سعى
سمو الأمير واثق بمولانا السلطان كتير، بس أنا مو مطمن. لازم نضل مستعدين ونحمي سمو الأمير لو شو ما صار. مولاي، هذه الرسالة التي سأحملها بقلبي من المحتمل أن لا تقرأها أبداً، لأنني أكتب لمستقبل أتمنى أن لا يتحقق أبداً. هذا ما أرجوه. إذا لم تتحقق رغبتي وقرأتم هذه الرسالة فهذا يعني أنكم فرطتم بي. صار له زمان مصطفى رايح، اليوم أو بكرة رح يشوف مولانا السلطان على الأكيد. الله يكون معه ويعينه. يا ريت لو منقدر نعمل شي. الموت أسهل بكتير من القعدة هون والانتظار. قلنا الله يا مهرونيسة، ادعي له وإن شاء الله أنه مصطفى رح يرجع لنا. إن شاء الله رح توصلنا أخبار حلوة. الفهد إن شاء الله حيبعت لنا خبر استلام سمو الأمير للعرش، وكل هالهموم رح تختفي. وإن شاء الله قريباً كلنا رح نروح من هذا القصر، رح نجتمع بالعاصمة مع مصطفى، رح نروح على العاصمة والكل حيحتفل بالسلطان الجديد، ورح نمشي أنا وياكي بحديقة القصر ونشم الهوى يلي حامل معه ريحة آلاف الزهور. رح يستقبلونا بالغرفة الخاصة
وهونيك رح يكون مولانا السلطان مصطفى عم يستنانا. إن شاء الله. هذا القصر كتير كبير يا ماما، هذا كله لإلنا؟ إيه يا حبيب قلبي، هاد كله إلنا. بس هيك نحن حنضيع، كيف بدي لاقيكي؟ ما تخاف، أنا على طول رح أضل معك، ما رح أتركك. خير سليم، ليش جاي؟ جيت أخذك جهانجير، رايحين على الصيد. وشو المناسبة؟ هاي أوامر مولانا، وبس يصل مصطفى رح يلحقنا هو والسلطان. يلا. إجا الوقت يا تشالي جالي، رح ننفذ الخطة بحسب ما اتفقنا. لما بيهجموا الرجال على خيمة السلطان وخيمة رستم باشا، بعطي الإشارة ورح نحاصر المكان. الله يوفقنا بتنفيذ هالخطة. آمين. أنت اللي رح تقود الجنود، ما هيك؟ إيه، أنا اللي رح قوده، سموه الأمير. أنت صديق وفي، صداقتك ما لها تمن بالدنيا. بيشرفني سموك.
حضرة الباشا، كل شيء صار جاهز يا باشا، ورح نغادر المعسكر مع السلطان فورا في حال صار أي اضطراب. سميح آغا قال إنه رح يتم بالانكشاريين لنشوف إذا رح يستوب بوعده. هذا رح يكون اختبار كبير للباشا. سمو الأمير رح يوصل على المعسكر بعد شوي. حكمة أغا وين بيكون مختفي؟ والله ما بعرف. عفواً يا أغوات، حكمة أغا طلبكن على خيمته. ما قال لك شو بده؟ ما عندي معلومات، بس قال لي إنه الموضوع مهم. سمو الأمير مصطفى. أنا واحد من قادة الجيش الانكشاري اللي بيحموا مولانا السلطان شاويش حسين. شو بدك مني يا شاويش؟ ليش اعترضت طريقي؟ باسم كل محبيك وكل مؤيدينك وكل واحد مستعد يضحي بروحه كرمالك، منطلب منك إنك ما تكمل طريقك كرمالنا، حباً بسيدنا محمد. لا تكمل طريقك كرمال كل شي بتحبهم وبيحبوك يا سمو الأمير، لا تكمل. منترجاك شاويش حسين، عليكن ألف سلام، وعيلي بيحبوني، وعلى كل المخلصين لألي. صدقاً أنا بقدر كل واحد فيكن، بس ما تنسوا أنتوا ما لازم توقفوا بطريقي، أنتوا لازم تمشوا معي. اسمعني بترجاك، نهاية هالطريق مظلمة، السلطان بده يعدمك. شاويش حسين، أنا عم بأمركن افتحوا الطريق. بابي يا رجال، We'll be right back.
خير يا حكمة أغا؟ شو صاير؟ سمو الأمير قرب يوصل. أنت شو عم تعمل هون؟ يا أغوات، أنا بعتذر. يعطيك العافية حكمة أغا. وأكيد رح تأخذ مكافاتك مقابل إخلاصك يا أغا. أنا رح أرجع المعسكر. شو بك يا جيهانجير؟ مولانا طلب إنه نستناهن ومو معقول نزعله. أكيد رح يجوا يا سليم. إيه اطمن. بعدين مو أنت قلت إنه حكيت مع مولانا السلطان ووعدك إنه ما يأذي؟ Oh!
يلا وين صرت؟ وينك؟ أنت مو مخبي عني شي مو هيك؟ شو بدي خبي جيهانغير؟ أبي ومصطفى ما رح يجوا، أنت عم تكذب علي. وأنا ليش لحتى أكذب؟ ها؟ مولانا أمرنا بهذا الشيء. أنت جبتني لهون لأنه مولانا بده يقتله لمصطفى. جيهانغير على الطريق، اتركني أخي. أخي مصطفى ما لازم يموت. أخي جيهانغير ما لازم يقتله. سليم اتركني سليم، إن شاء الله اتركني اتركني مصطفى أخي. الحمامة سمو الأمير، سلاحك لو سمحت.
نحن مطولين حتى نوصل؟ أنا بدي ألعب. لازم تطول بالك، بعد شوي منوصل يا روحي، ومنطلع بالسفينة الكبيرة وبتوصلنا بسرعة على قصرنا باسطنبول. أنا اشتقت لبابا واشتقت لإبراهيم، هلأ بيكونوا عم بيستنونا مو هيك؟ عم يستنونا بابا وستك السلطانة حفصة وكل يلي بتحبهم، كلهم ناطرين يشوفوك. مولاي، انت خنتني يا مصطفى، انت خنت ثقتي فيك. مولاي، مولاي Oh,
Oh,